أهم أخبار الجزائر نرصدها لكم من معرض الصحافة لنهار اليوم التي اشتركت في موضوع التدخل الأجنبي في الجزائر. البداية بجريدة الشعب التي عنونت وفي خانة الحدث رفض شعبي وحزبي قوي للتدخل الأجنبي والسيادة خط أحمر، لتنقل الجريدة ما جاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية بأنها تدين وترفض شكلا ومضمونا لائحة البرلمان الأوروبي، معتبرة إياها تدخل سافر في شؤونها الداخلية، لتشير من جهة أخرى لتصريحات المترشحين للانتخابات التي التقت في فكرة الوحدة الوطنية واستقرار البلاد. يومية الخبر هي الأخرى كتبت عن قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الجزائر لتختار عنوان صفحتها الأولى استياء شديد من لائحة البرلمان الأوروبي، لتفصل بأن الخارجية لوحت بتجميد علاقتها مع بروكسل، وتضيف أن المركزية النقبية تدعو إلى مسيرة منددة باللائحة اليوم. انتفاضة ضد وقاحة الأوروبيين، عنوان اختارته جريدة البلاد في صفحاتها الأولى، والتي فصلت بطوفان الردود الرسمية والشعبية على لائحة التدخل والفوضى، لتنقل في صفحتها تصريحات المترشحين للانتخابات الذين أكدوا في صوت واحد أن تصرف البرلمان الأوروبي قلة أدب ووقاحة. جيدة الشروق من جهتها لم تفوت الفرصة في الرد، لتنقل في صدر صفحتها الأولى كلمة الفريق أحمد قايد صالح خلال زيارته إلى قيادة الحرس الجمهوري، لتعنون الموقف التاريخي للجيش لم يرضي أعداء الجزائر وأدنى بهم، مؤكدا أن الإرادة الشعبية ستتحقق باختيار الرئيس القادم بكل حرية ونزاهة. جريدة المسار هي الأخرى لم تمر مرور الكرام على الحدث، لتختار عنوان جريدتها لنهار اليوم وبالبنط العريضة للتدخل الأجنبي، مؤكدة أنه رد الجزائريين على البرلمان الأوروبي الذي يعتبر استفزازا سيزيدهم وحدة ووعيا بما يحاك في الأروقة المظلمة. جريدة إكسبريسيون الناطقة باللغة الفرنسية عنونت رفض بالإجماع، نقلة فوق أحرف عنوانها الإدانة الوطنية والدولية لقرار البرلمان الأوروبي، هذا ونشرت تصريح رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي أكد بأن النصر قريب وأن المشروع الوطني سوف يضع الجزائر على المسار الصحيح لاحتلال مكانها بين الأمم. جريدة غيزون تطرقت لقرار البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر وأوردت إدانة كبيرة للتدخل، مشيرة أن الهيئات العليا والأحزاب السياسية والمنظمات والجمعية الوطنية شددت على قرار البرلمان الأوروبي حول وضع الحرية في الجزائر، والذي اعتبرته استفزازا ضد الشعب الجزائري.